الأشرار في الدنيا، يعني الغلطة هتبقى بفورة، فاهمين؟ الضحك مفيد للصحة. المهم انت فاكر خمونموخ؟ فالنتينا كانت كابتن فريق الخربشة في المدرسة وكانت أشهر من نار على العالم في كل الفصول. ها؟ أيوة فاكرها، عش من شافك يا فالنتينا. المنظمة مش هتقدر تحميك من المرخة الجاية. يلا نكشفه من هنا.
حضرات، التجربة بتاعتنا فشلت، ودلوقتي مفيش قدامكم غير الاعتزال. ايه الاعتزال؟